مرحبا، أهلا وسهلا بكم على قناتي. اليوم راح أسوي سؤال وجواب. طبعا هذا الفيديو كنت راح أصوره ويا شون من قبل شهر، ما صار عندنا وقت نسوي هذا الفيديو سوا، بس هو وعدني إنه راح يصور وياي الأسبوع الجاي الأسئلة اللي انسألت له. فرحت على البوست اللي خليته على اليوتيوب وسألتكم تكتبوا لي كل أسئلتكم. طبعا سألتكم تكتبون كل الأسئلة لشون، بس إجت أسئلة اليمن، فلهذا السبب بدي أسوي هاي الفقرة لحتى بس أجاوب على كل الأسئلة اللي إجتني. وكل الأسئلة اللي إجت لشون راح أسوي هذاك الفيديو ويا شون الأسبوع الجاي، وراح ننزل عن قريب وعد. وقبل ما أبلش أسأل أسئلتكم وأجاوبكم عليها، كلبتي موجودة هنا، فإذا تسوي أي أصوات وهيج أشياء. Stella, you wanna say hi? إذا تسوي أي أصوات وهيج أشياء أنا آسفة. شكلها تريد تنام، وقلت لكم هي مثل الطفلة إنه تحب تنام بحضن أي شخص لما هي نعسانة، ولما أنا أكون موجودة بالبيت وقاعدة على القاع تحب شكلها نعسانة. أوكي، take a nap little baby. فراح أبلش أسئلتكم، شكلها راح تبقى هنا ويانا، فأتمنى هذا الشي ما يزعجكم. فراح أبلش بأول سؤال إجاني من إيمان. أعتقد هذا شلون هيك تقول اسمها، أنا آسفة إذا ألفظ أي اسم غلط همين. فالسؤال هو ليش تخليت يعني التصوير التوتوريال للمكياج، كلش حبيتهم واستفدت منهم لأنهم جدا حلوين وبسيطين، وكمان ما فيهم كتير مستحضرات. يا ريت تصير تعملي كتير فيديو على المكياج، مكياجك كتير يعجبني. شكرا حبيبتي ايمان. وطبعا انا ما تخليت على تصوير المكياج ابدا، ما صرت ملتزمة بالفيديوهات على اليوتيوب مثل ما اريد انه شغلي. وكانت جامعتي طبعا اتخرجت بنهاية السنة راحت، واجتني شهادتي قبل اسبوعين، فاني officially اتخرجت، فكنت كلش مشغولة وما صار يكون عندي وقت هواية اسوي فيديوهات واسوي لهم مونتاج وهيج شي. فان شاء الله راح اصير احسن على تنزيل الفيديوهات وتصوير الفيديوهات، اوعدكم هذا الشي. راح احاول انزل فيديوهات اكثر خلال الاسبوع، حتى اكثر من فيديو واحد، وما راح اتخلى على تصوير المكياج اكيد او التوتوريال، لانه كلش احب اصور احكي عن المكياج واسوي مكياج وكل هذول الاشياء، فاكيد راح اسوي فيديوهات اكثر عن المكياج وعلى التوتوريالز. فسؤالي الثاني من اريج احمد، سؤالها كان نانسي يا حليلك حبيبتي الله يسعدك يا رب وبالتوفيق، اشتقت لك كتير، سلمي على زوجك. ما عندي أسئلة بس أدعي الله يوفقك. ممكن سؤال كيف أتقن اللغة الإنجليزية، أعطونا أسماء كورسات إذا ممكن من البداية. فحبيبتي أريد شكرا هواية على دعمك ومحبتك، كلش أحب أشوف تعليقاتك والله يوفقك همان. وسؤالك هو كان إنه شلون تتقنين اللغة الإنجليزية. طبعا ماكو أي كورسات أنا أعرف بيهم، انه كل الكورسات اللي اشتريتهم لما اجيت على امريكا وردت اتعلم انجليزي ما فادوني الصراحة. الشيء اللي فادني بتعليم اللغة الانجليزية هو انه احاول احكي انجليزي، فبلشت احكي انجليزي كل الوقت حتى لو ما اعرف احكي انجليزي زين. بلشت استخدم كل الكلمات اللي اعرفهم، بلشت أشوف أفلام إنجليزية ومسلسلات إنجليزية كل الوقت، وأخلي السبتايتل إنه الترجمة مالتهم تحت، فلما يحجون أنا همين أقرأ إيش يقولون لحتى أعرف، لحتى أصير أفهم الإنجليزية أكثر. صرت أسمع الأغاني إنجليزية، فأنصحكم تشوفون كل شيء على التلفزيون بهذيك اللغة أو أكثر الأشياء. أنصحكم تسمعون أغاني بهذيك اللغة، أنصحكم تتعلمون كلمات مثلا 10 كلمات باليوم، انه خلوا وعد لنفسكم تتعلمون 10 كلمات باليوم، وهذول الكلمات اللي تتعلموهم مارسوهم خلال يومكم. فحتى لو تحكون عربي الكلمات اللي تعلمتوها قولوها بالانجليزي لحتى دائما تتذكرون هذا الشيء. فهذا اكثر شيء اقدر اساعدك بيه. والصراحة شقد ما راح تتعلمون ما راح تقدرون تتقنون اللغة لحد ما انتو تكونون تستخدموها كل الوقت. فلهذا السبب يمكن حتى عربيتي صارت تعبانة، لانه لما ردت اتعلم الانجليزي وما كنت اعرف احكي انجليزي، صرت احكي انجليزي كل الوقت حتى بالبيت حتى ويا اهلي. فهذا الشيء طبعا ساعدني اتعلم الانجليزي اسرع، بس هم ضرب بي بالعربية لانه خلاني انسى شوية كلمات، مو لأن مو أنسى،
بس خلاني أتعود أحكي بالإنجليزي، فلما أريد أحكي عربي إنه ما أقدر أتذكر الكلمات بسرعة بالعربي. وهمين اللكنة مالتي تغيرت شوية. بس أنصحكم إذا تريدون تتعلمين أي لغة، ولأي شخص يريد يتعلم أي لغة، إنه حاولوا تمارسون هاي اللغة قد ما تقدرون، واستخدموا كل الكلمات اللي تعرفوهم. ماكو اي كورس اقدر افكر بيه انه احتاج اقوله، بس لما اجيت الامريكا رحت على صفوف بس التعليم الانجليزية، انه يسموها English Second Language للعالم اللي انجليزيتهم هي اللغة الثانية لهم، فانه هذا كان اجبار الي انه ما قدرت اخذ اي صفوف مختصة باختصاصي بالجامعة قبل ما أخذ هذول الصفوف، فكنت مجبورة إنه أخذ كل هذول الصفوف لتعليم اللغة الإنجليزية، وهذول الصفوف هم ساعدوني. فأني متأكدة إنه بالأخص بهذا الوقت أكو كتب يمكن لتعليم اللغة، حاولوا تشترون هيج أشياء، أو حتى بس أقروا كتب بالإنجليزي، إنه هذا الشيء يمكن يساعد هم. السؤال الثالث من فوفا فوزية، هذا من فوزية. طبعا فوزية هم شخص دائما يسوي لي تعليقات، وكلش أحب أشوف تعليقاتها، فتحية كبيرة لك فوزية. فسؤالها هي: حبيبتي الغالية، أحب كثير، أتمنى لك حياة سعيدة مع زوجك، وسؤالي ليكي: ما هو اختصاصك في الجامعة وما هي طبيعة عملك؟ وأحب أعرف عنك أكثر، لأني بصراحة أحبك وأتمنى لك كل الخير والتوفيق يا عمري. حبيبتي فوزية، شكرا هواية على لطفك، دائما تعليقاتك تجنن. اختصاصي هو Strategic Communication, The Promotion Part of Marketing، أعتقد يسموه بالعربي دعاية وإعلام. هم العالم اللي يختصون بالدعايات، إنه اللي يسوون دعايات على التلفزيون، على الإنترنت. اختصاصي هم العالم اللي يكتبون هذول الدعايات للعالم اللي راح يسوون دعايات، فهي مثل الدعاية وإعلام، إنه شلون تسوون دعايات لأي شركة أو أي بزنس لحتى تحسنون من هذاك البزنس. أشتغل بشركة تأمين صحي، ولهذا السبب الصحة كلش مهمة إلي، إنه تعلمت هواية خلال شغلي. صار لي هناك 8 سنوات، أشتغل هناك 8 سنوات، فإنه الصحة هي بارت كلش مهم من حياتي، وأهتم بها هواية وأحكي عليها هواية. فإن شاء الله راح تشوفون فيديوهات أكثر بالمستقبل على الصحة، على تنزيل الوزن، على الفوائد من كذا الشيء تقدرون تسووه. ف stay tuned. هسه عندي أسئلة من HS، طبعا أستا ما أعرف شنو اسم هذا الشخص، لأنه هو على ما يكتبون اسمهم باليوتيوب والجوجل، فتحية لهذا الشخص. طبعا أول شيء قالوا: مرحبا، نتمنى لك كل الموفقية. شكرا، وأتمنى لكم كل الموفقية همين. السؤال الأول هو: متى غادرتي العراق؟ إنه بعد الحرب رحنا على سوريا، بعدين رحنا للعراق، فجيت على أمريكا. من غادرت العراق لأمريكا كانت سنة 2009. بعد السؤال الثاني من هذا الشخص كان: ما هو المحتوى الذي يهمك تقديمه للمتابعين؟ طبعا أحب أقدم كل شيء يخص الصحة والجمال، فراح أبلش أنزل فيديوهات أكثر متنوعة تخص الصحة والجمال، سواء على العطور، المكياج، الفاشن، انه نصائح على اشياء تخص الصحة، على انه الدايت اللي اتبعه، على الاكل اللي اكله خلال اليوم، الرياضة اللي اسويها، فانه اشياء تخص الصحة والجمال. ما هي هوايتك؟ طبعا هواية عندي هوايات اسويهم، احب اقرأ هواية، فاقرأ كل يوم الصبح، هذا بارت من روتيني الصباحي، دائما اقرأ الصبح. احب اسوي العب تنس، فدائما نلعب تنس بالصيف. احب اركض، احب اسوي رياضة. لماذا لم تتزوجين من شخص عراقي؟ طبعا الحب ما له جنسية بالنسبة لي، لما تحبون شخص الجنسية واللغة وكل هذول الأشياء مو مهمين. طبعا من تعرفت على شون إنجليزيتي ما كانت هالقد زينة، تعرفت على شون ب2011، فلما تحبون شخص اللغة والجنسية وكل هذول الأشياء ما يهمون، إنه بالنسبة لي الحب ما إلى جنسية، ما إلى أي شيء، فهذا هو سبب. ما كنت إنه مفكرة إنه لازم أتزوج هيك شخص، لازم أحكي ويا هيك شخص، إنه ما كانت عندي هيك عقلية. أين تسكنين الآن وما هو مجال عملك؟ أني ساكنة بولاية كنتاكي، هي بأمريكا، فما أعرف إذا تعرفون شنو كنتاكي، إنه كنتاكي فرايد تشيكن هي من هاي
ستيت، إذا سامعين بكنتاكي ديربي سباق الحصون، هو همين هنا ولاية كنتاكي. أنا عايشة بليوفل همين. إذا سامعين شنو بعد؟ محمد علي، إنه محمد علي هو الصراحة من ليوفل من كنتاكي. هذول أشياء يمكن تخليكم تعرفون وين أمني ساكنة، بس بولاية كنتاكي. وشنو هو مجال عملك؟ جاوبت قبل شوي على هذا السؤال. أشتغل بشركة صحة تأمين صحي. أكثر شخصية تأثرت بها في حياتك؟ طبعا هذا السؤال كلش كلش صعب، لأنه هواية عالم يمرون بحياتنا ونتأثر بيهم، هواية عالم نتبعهم على الإنترنت وعلى التلفزيون ونتأثر بيهم همين. فهذا السؤال كلش صعب، هواية شخصيات متأثرة بيهم، بس إنه أكثر شخص أقدر أفكر بيه إنه فعلا أتمنى لو إنه أتعرف عليهم شخصيا يكون هو ذا روك، دوين جانسون، وأوبرا. وهسه عندي أسئلة من توتا توتي، فمرحبا توتا. أسئلتي هي: هل أنت مولودة بالخارج؟ لا طبعا، أنا مولودة بالعراق. وش قد مواليدك من يا شهر؟ عيد ميلادي هو بشهر الثاني 24/2، فأني برج الحوت إذا يهمكم تعرفون هذا الشيء. وهل راح تسوين فلوجات مثل بقية اليوتيوبرز؟ أكيد إنه أحب أسوي فيديوهات متنوعة، لحتى الصراحة لأنه إذا تشوفون مثل الشيء كل الوقت أنتوا تملون وأني راح أمل، فأكيد راح أسوي فلوجات هنا وهنا. عندي أسئلة أكثر من أم عبد الله: من وين؟ من العراق. من بغداد، أنا انولدت ببغداد. عندك أخوان وأخوات؟ إيه. إيش وقت رحتي لأمريكا؟ 2009. وش وقت تزوجتي؟ 2016. بس اتعرفت على شلون ب 2011. وليش ما عندك اطفال؟ لانه الصراحة ما عندي وقت للاطفال، انه ماكو اي سبب محدد، بس لا اكو سبب، لانه ما اريد بس انه اجيب اطفال وما اهتم بيهم، اريد انه لما نجيب اطفال انه عندي وقت اهتم بيهم. والصراحة اني اشتغل من الساعة 8 للساعة 5 من يوم الاثنين ليوم الجمعة، والايام الوحيدين اللي اكون فارغه بيهم هم يوم السبت والاحد، وهم كانت عندي جامعه، وبعد شغلي اروح على الجامعه وما ارجع للبيت لساعه 9 بالليل، فشلون يكون عندي اطفال اذا انا كل اليوم برا البيت؟ بس بما انه تخرجت بشهر 12 وما عندي جامعه بعد، فيمكن ان شاء الله عن قريب، مدى اقول هاي السنة، بس يمكن السنة الجاية نقرر نجيب طفل، أو السنة اللي بعدها ما أعرف. انه احنا ما مستعجلين، بس اكيد نحب الاطفال ونريد يصير عندنا اطفال، فان شاء الله ان شاء الله عن قريب. واعتقد انتي مسيحية. هذا الشيء الوحيد اللي وعدت نفسي ما احكي بيه على قناتي، والصراحة حتى ما احكي بيه بايامي هنا العادية بأمريكا. أحس الديانة هو الشيء إنه بينكم وبين ربكم، وهذا الشيء كلش إنه شخصي بين الله وبين الشخص، ما حد يحتاج يعرف شنو ديانتكم، فما رح أحكي عن ديانات أبدا على قناتي. فهذولا كانوا كل الأسئلة اللي إجتني، وأكيد الأسئلة اللي إجت الشون وبعضهم أعتقد إلي والشون رح نجاوب عليهم الأسبوع الجاي، رح أخليه يصور وياي، هو وعدني، وحتى لو يكون مشغول رح أخليه يصور، وعد. فإذا عندكم أي سؤال إلى ما سألتوا على البوست اللي خليته على اليوتيوب تقدرون تسألوه بالكومنت سكشن تحت. بس هذول الأسئلة أريدهم بس الشون، فإذا سألتوني أي سؤال بالكومنت تحت بهذا الفيديو ما راح أجاوب عليهم، لأنه الفيديو راح نصوره راح يكون بس الشون. بس إذا تسألوني أي سؤال بس إلي أقدر أجاوب عليه بفيديو بالمستقبل لما أسوي هاي الفقرة من جديد. فأتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو، شكرا هواي على مشاهدتكم، ما تنسون تسوون لايك اشتراك وتفعلون جرس التنبيه حتى يجيكم تنبيه كل مرة أخلي فيديو جديد على القناة. باي.